السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الكتب الجميلة جدا اللي تقدر تفتح لك المجال لدخول البيم، فاحنا هنناقش دلوقتي 10 كتب من أهم الكتب، ومن الكتب اللي هي العامة مش متخصصة في حاجة معينة. يعني في بعض الكتب بتبقى خاصة بالبعد الرابع، وفي حاجات خاصة بالسيفتي. لا، احنا بنتكلم عموما الكتب العامة. فبالله اكتب الطريق إلى البيم، لأنه عربي ولأنه مجاني وهتحمله بسهولة جدا، وتقدر بعد ما تحمله تبعته كل زمايلك، وتقدر تطبعه وتحطه في المكتبات، مفيش حقوق نشر زي الكتب التانية. فأتمنى إن أنت تحمله، ولو عجبك ابعته لأصدقائك، ولو عندك أي اعتراض أو في حاجة ما عجبتكش قول لنا. هو يعتبر ملخص لبيت الكتب. بنلاقي كتاب برضو اسمه Building Information Modeling for Dummies، ده معمول للناس اللي أول مرة تسمع عن البيم، وبيمشي معاهم خطوة خطوة ويمسك كل نقطة كده إيه يفصلها. فده من الكتب الممتازة اللي خدنا منه في الطريق للبيم. في بيم أند كونستراكشن مانجمنت، ده كتاب بيتكلم عن إدارة شغل المقاولات والإنشاءات، وكتاب من كتب سهلة وجميلة ولذيذة، وما بيقعدش يناقش سوفت وير وريفت وحاجات زي كده. لا، هو داخل في مجال صناعة البناء وفي تجارب عملية، وكتاب كتاب بتوع ناس لها خبرة في البيم. بيم هاند بوك من الكتب الكويسة جدا، واللي بيناقش مرحلة التصميم ومرحلة البناء وبيناقش مرحلة الاوبريشن، فاستفاد منه كتير ان شاء الله. بيم مانجرز هاند بوك، ده لو حد هيشتغل بيم مانجر هيستفاد من الكتاب دوت، فيه شوية معلومات ظريفة جدا، هو كتاب صغير يعني مش من كتب كبيرة. بيم فور كونستراكشن كلاينت برضو من الكتب اللي فيها شويه معلومات حلوه وماشي باسلوب اكاديمي حلو. برضو فيرتشوال ديزاين كونستراكشن يوزنج بيم، ده برضو من الكتب الكويسه اللي هو الجدول الدوري لنمذجه معلومات البناء. في واحد كان عمل معلومات بتاعه البيم دي باسلوب ظريف، فاحنا خدنا الكلام ده كله وعربناها وخليناها باسلوب سهل وبسيط. الكتاب ده اتمنى ان هو يعجبكم. في كتاب اسمه بيم انتجريتد ديزاين، برضه من الكتب الكويسة. واخيرا ذا بيم مانجمنت هاند بوك، ده برضه الناس اللي شغاله في بيم مانجر المفروض الكتاب ده برضه يقعد يقرا منه ويستفاد منه ان شاء الله. واحنا كل الكتب دي احنا بنستفاد منها، وبنحاول تبقى المعلومات اللي فيها موجوده في بيم ارابيا، فتابعوا مجله بيم ارابيا استفادوا منها كتير ان شاء الله، وربنا ييسركم خير باذن الله.